إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. دائما في مجال التعليم فبغيت نوضح لكم في هذا الفيديو بطاقة المتعلم أو بطاقة التلميذ كما كان يصطلح عليه سابقا للموسم الدراسي 2021-2022، واللي هي على الشكل التالي كيف كتشاهدوا معايا في الصورة. هناك بطاقة المتعلم السنة الموسم الدراسي 2021-2022، هنا الفوق كل ما يتعلق بالمؤسسة، هنا الأكاديمية، المديرية الإقليمية، المؤسسة التعليمية، الموسم الدراسي اللي هو 2021-2022، المستوى، ثم الرقم الترتيبي. هنا على اليمين صورة التلميذ، في الأسفل معلومات عن المتعلم أو التلميذ، اسم التلميذ، الاسم الشخصي والعائلي بطبيعة الحال، رقم التلميذ، تاريخ الازدياد للتلميذ، ثم مكان ولادته، وأخيرا العنوان. فكيف كتشاهدوا معايا فهي وضعت بدقة وتشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة والأكاديمية وكذلك معلومات عن التلميذ، بطاقة المعلومات الشخصية للتلميذ التعليم الابتدائي 2021-2022. نتمنى للتلاميذ حظ موفق، والمرجو الاشتراك في القناة ووضع تعليق. شكرا لكم وإلى اللقاء.